بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما اتكلمنا على مدلولات النسب ومناطق الفعالية، هي نسبة يعني منطقة السيولة، أجل قصير أجل طويل، منطقة فعالية للربحية، منطقة فعالية خاصة بنسب الآر، منطقة فعالية خاصة بتفسير أو بنتائج قائمة الصفقات النقدية للثلاث أنشطة، وفي النهاية التدفق النقدي الحر. جمعت لحضراتكم قوانين النسب دي. فعندنا نسبة السيولة في الأجل القصير عبارة عن نسبة تداول ونسبة تداول سريعة أو نسبة حذرية. نسبة السيولة في الأجل الطويل نفس الفكرة، عندنا نسبتين رئيسيتين، نسبة إجمالي دائم وإجمالي حقوق الملكية ونسبة إجمالي حقوق الملكية إجمالي الأصول. مطلوب من حضراتكم إن أنتم تبقوا عارفين مكونات هذه النسب وكيفية حسابها في القانون. ثلاثة، في عندنا بقى يعني منطقة الفعالية الثانية هي نسبة منطقة الربحية، بنعبر عنها بنسب ربحية، هي نسبة مجمل الربح إلى صافي مبيعات، نسبة صافي الربح إلى صافي مبيعات، نسبة صافي الربح إلى إجمالي حقوق الملكية. عندنا بقى نسب النشاط اللي هي منطقة النشاط اللي هي بتعبر عن كفاءة الإدارة في إدارة الأصول بتاعتها بأنواعها المختلفة. بتمثل عندي معدل دوران الأصول، صافي مبيعات على متوسط إجمالي الأصول، وطبعا متوسط إجمالي الأصول الأصول الأول الفترة اللي هي من آخر السنة اللي فاتت، والأصول السبت آخر الفترة، ونعمل بنجمعهم نقسمهم على اتنين. معدل دوران المدينون، عندي صافي مبيعات آجلة على متوسط المدينون، وعندي معدل دوران المخزون بيساوي تكلفة المبيعات أو تكلفة البضاعة المباعة على متوسط تكلفة المخزون. طبعا عندنا نسبة الآر، ونسب الآر دي قلنا تقريبا هما العائد على الأصول اللي هو آر أو إي، والعائد على الاستثمار آر أو أي، والعائد على حقوق الملكية آر أو إي، والعائد على المبيعات آر أو